جوائز المشاريع المبتكرة 2014 واحدة من الأنشطة التوجيهية التي تطلقها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بالتعاون مع حاضنة الأعمال ساوثبيك وعدد من المؤسسات المالية والاقتصادية والإعلامية ضمن جدول مشاريع أعدته الغرفة بهدف تحفيز الشباب والمجموعات تحويل الأحلام والأفكار إلى حقائق. هدف IPA 2014 هو استنباط الأفكار الابتكارية عند الشباب وتحويلها لمشاريع ذات جدوى اقتصادية. قمنا بهذه المبادرة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب بمشاركة بنك عوضي أكيد بدعم مشكور من الاتحاد الأوروبي. IPA 2014 يستهدف المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والأزياء والتصاميم. وقمنا بتعيين لكل قطاع تيم ليدر تتابع الملفات اللي نحن استلمناها من تاريخ استلامها لا خلال مراحل البرنامج. وهون بحب نوه بالجهد الان في فريق عمل ساوثبي بالتعاون مع تيم ليدرز من تاريخ استلام الطلبات ودرسها وتحديد التي يمكن ان تدخل ضمن البرنامج واعطائهم المؤازره اللازمه لحتى الافكار تتحول لمشاريع قابله للتسويق. انا بنظر المشاركين بهذا البرنامج بيستاهلوا كلهم يربحوا الجائزه الاولى. وهون بحب نوه على روحنا الرياضيه لأنه كان عم يشتغل كفريق عمل واحد مش كمنافسين. بالنهاية ما فيني إلا ما أتشكر أصحاب المؤسسات اللي قدمت لنا الرعاية اللازمة كان من الناحية المادية أو من الناحية الفنية لإنجاح البرنامج. بتمنى للشباب التوفيق بأعمالهم المستقبلية. إن بنك عودي وتماشيا مع التزامه خدمة الاقتصاد الوطني واقتناعه بأهمية رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة قرر أن يتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب بواسطة ساوثبي لتشجيع الابتكار والتطوير. إن تعاوننا هذا يدخل ضمن استراتيجيتنا الشاملة في جميع المناطق اللبنانية خارج العاصمة بيروت، ومع ساوثبيك سنحت لنا الفرصة بالمساهمة في هذه المسابقة لأفضل الأفكار في المجالات التالية: تصميم الأزياء وتقنية المعلومات. وهذا الالتزام هو تعبير واضح عن ممارستنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات ومساهمتنا لمساعدة الأشخاص أو الشركات المشتركة في المسابقة وإعطائها فرصة لتنمية قدراتها. Over the past years, the European Union has been providing a lot of assistance to boost the private sector in Lebanon, and we have done quite a lot to help entrepreneurs and SMEs. We had actually a very good cooperation with Southbeak, and we've been helping the business incubator for many years. I mean, they have a very important role to play for the entrepreneurs in terms of coaching, trainings, capacity building. The European Union has been providing a lot of assistance to the private sector because we think that it has a key role to play in terms of job creation and economic development of a country. We welcome the APA 2014 initiative because we think it offers a good opportunities to startups and entrepreneurs to actually present their innovative ideas. And I wish a lot of success to those people. انطلاقا مفهومنا الثقافي والاجتماعي الذي نؤمن به كشركة لياب، رأينا من واجبنا تبني الرعاية الصحيحة للأجيال الجديدة كي تكون حافزا بخلق منافسة وابتكار المشاريع الجديدة وتشجيع الاكتشافات. لذلك كان من الضروري دعم هذه النشاطات وهذه البرامج بتقديم جوائز عينية وحوافز رعائية ودعم معنوي. أهداف السبونسرشيب اللي قمنا فيها لجوائز المشاريع المبتكرة IPA 2014 هي كتيرة. أولا تشجيع كل شخص عنده أفكار جديدة مبتكرة وخلاقة وحابب يوصل هالأفكار. الهدف الثاني هو دعم كل نشاط بيساهم بإعطاء فرص للشباب لتقديم أفكارهم وبيساعدهم على تحقيق أحلامهم. الهدف الثالث بديهي بالنسبة لنا لأنه نحن شركة بلشت بمبادرة فردية، فكرة صغيرة كبرت وهلأ صارت شركة عمرها 11 سنة، زبايننا من لبنان، من الدول العربية، من الخليج وحتى الانترناشونال كلاينتس. لهيك قمنا بدعم المشروع اللي قامت فيه ساوثبيك IPA 2014
ورفقنا المشتركين كلهم خطوة خطوة وقدمنا لهم النصايح والتدريبات اللازمة. خالد عنتر Industrial Engineering and Management جامعة بيروت العربية رابع سنة. قدمت IPA 2014 بفكرة اسمها نوتيك. نوتيك هي عبارة عن ديفايس تتركب على ديجونتر اشتراك الموتير ترفع كل ما يتك. عشت الفكرة من الحاجة انه انا ساكن على الطابق السابع، كل ما يتك ديجونتر اشتراك الموتير بده ينزل سبع طوابق كرمال ارفعه، الديفايس ترفعه اوتوماتيكلي لحاله. من خلال الدراسة الجدولية اللي عملناها تبين معنا انه الفكرة في لها حاجة كبيرة بالمجتمع، ففي حال فزنا او ما فزنا بالمسابقة هنضلنا مكملين ونعمل الديفايس ونفيد فيها المجتمع. انا محمد جوني 14 Industrial Engineering and Engineering Management بيروت عرب يونيفرسيتي. فرصة كتير حلوة انه قدرت شارك بساوث بيك اي بي اي 2014. البروجكت اللي قدمته سميته سمارت ترافيك سيستم. السمارت ترافيك سيستم هو سيستم للترافيك ستريمينج قلبه عدة فيتشرز بتساعد حركة السير تخفف اكسيدنتس وبتسرع حركة السير حتى. الفيتشرز انه هو بيشتغل بسولار انرجي، في سيرفيلانس كام، حتى انه بيشتغل سنسوري بيست مش مثل الشارع العادية. نحن كثير بنشكر ساوث بيك انه قدرت تعطينا التريننجز اللازمة حتى نقوم بالبروجكت اللي قلنا ونعمل ديفلوبينج للبزنس بلان اللي قلنا، واستفدنا كثير برزنتيشن سكيلز. أنا محمد طرحين طالب هندسة بالجامعة اللبنانية، والمشروع اللي بتقدم فيه على الـ IPA بـ 2014 هي الـ CNC، بتكون هي أول مكنة CNC بتتصنع بلبنان. هيدي المكنة هي عبارة عن ماشين ممكن تاخذ حيالة رسمة أو 3D شيبس على الكمبيوتر بتفرك هون إن 2D أو 3D إن عدة ماتيريالز. حسن عبيد تيليكوم انجينير، مشاركين بـ IPA 2014 عن فكرة موبايل ابليكيشن هي هدفها تريننج اوفر موبايل. نهدف ندرب كل الاشخاص بكل العالم، اي شخص يقدر ينقي الكورس ينقي الاستاذ يتواصل معه. موبايل ابليكيشن تاب ممكن يستفيد منه الطلاب، الاساتذه، الشركات قاطبة، حتى الحكومات بيقدروا يوصلوا مسج للمواطنين بيدربوهم على الكرياتيفيتي وانهم يقدروا يأمنوا اعمال جديدة في العالم. نحن نشكر ساوث بيك. ثانك يو ساوث. اسمي محمد مشكمش، سينيور ديفلوبر بجريدة السفير. قدمت على IPA 2014 بمشروع MCS. MCS هو عبارة عن سمارت كار سيستم بيتركب بقلب السيارات القديمة وبيأمن كافة الخدمات التكنولوجية الموجودة بالسيارات الحديثة من مالتي ميديا لسنسرز لكل هالأمور هي، وبيأمن للمستخدم إنه يتحكم بكافة عناصر السيارة من خلال 7 انش تاتش سكرين امبدد بقلب الداشبورد تبع سيارته. أنا علي فقي، أستاذ بالفيزيكس والمات بالصفوف المتوسطة والثانوية وكمبيوتر بروجرامر. حبيت أعمل مشروع أجمع الخبرتين بقلب بروجرام واحد على الكمبيوتر بفيد المدارس، بيجمع كل المنهاج الأكاديمي اللبناني بمشروع واحد عم بيستفيد منه الطالب والأستاذ بنفس الوقت، وبوفر على الإدارة تكاليف الأجهزة الحديثة اللي بحاجة إلى الطالب. أنا اسمي لولا مارديني بصف الترمينال من مدرسة المقاصد. قدمت على IPA 2014 ببروجكت هي موبايل أبليكيشن اسمها تشاريتي ألارم. هيدي تشاريتي ألارم تختلف عن الألارم العادي، لما يكبس اليوزر كبسة سنوز باتن برحله دولار من خطه على تشاريتي أورجانيزيشن. بهالطريقة بيكون هو ساعد حاله لفيه بالوقت المناسب، وكمان اتبرع على أورجانيزيشن. إذا اليوزر كبس سنوز باتن بيكون بهالطريقة تأخر عن شغله بس تبرع على تشاريتي أورجانيزيشن. وبدي أقول مرسي لساوث بيك اللي هي ساعدتنا ودعمتنا. Thank you ساوث بيك. اسمي حسن حاج علي، موبايل ديفلوبر، مشارك بـ IPA 2014 كاتيجوري الاي تي. مشروعي هو سيلا Save Your Life Mobile Application، بتأمن كوميونيكيشن بين شركات التأمين والكلاينتس بحال صار في عندي حادث سير بإمرجنسي كيس، لأقدر أمن أقرب إكسبرت لعند الكلاينت. هي سمارت وبأمن الكوميونيكيشن.
فاينلي بحب اقول ثانك يو لساوث بيك اللي قدمت لنا التريننج والكوميونيكيشن بكل المراحل. ساوث بيك ثانك يو. احلام حطة مشتركة عن فئة فاشن اند ديزاين اي بي اي 2014 مع ساوث بيك. من سنة اسسنا بجمعيتنا ستيتشنج وركشوب، طلع لنا ويست كثير من القماش، فحبينا انه نستثمره بطريقة ايجابية نوظف فيها قدرات النساء ويكون في عنا good empowerment وتعزيز قدراتهم بإمكانيات متواضعة لحتى نعمل فيها raise awareness وتكون بنفس الوقت إنه تلبي حاجات بالمجتمع. البراند اسمه وسمة، هو تحويل الويست لفاشنبل ايتمز with good quality بجودة عالية أحسن ما يكون عبء على البيئة. أنا نهام حجازي، مهندسة كمبيوتر واتصالات. أنا رشا حجازي، جرافيك ديزاينر. ونحن عرفنا عن الاي بي اي 2014 من خلال الانترنت وحبينا نقدم مشروعنا اللي هو ان اونلاين فاشن براند موجهه تجاه الصبايا المحجبين، لانه عارفين قد ايه عم يتعذبوا تلاقوا ان كان ايفنينج جاونز ان كان كاجوال وير يكون بنفس الوقت مودست ويكون كمان فاشنبل. فقدمنا على الكومبيتيشن وهير وي ار. وساوث بيك كانوا معنا من اول لحظه جينا فيها لهون، كانوا عم يساعدونا بكل المجالات وجابوا لنا سبيشال ترينرز بالبزنس لو وليجل ايشوز وماركتينج اند ايفرثينج. حسن الراعي انتيريور ديزاينر، قدمنا على الاي بي اي 2014 فكره توريستو، هو مشروع سياحي عباره عن باص نقال بيتالف من طابقين في خدمات الخمس نجوم، بتقدم فيه الاكل والشرب وهو عم يتجول وبيشوف المناطق السياحيه من تورستو الى لبنان سياحي اكبر فاكبر فاكبر.